كذلك حديث أصحاب الغار كما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه لا ينجيكم إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وفي رواية لمسلم فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عجبتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم. نعم أو يفرجها كله صحيح. نعم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا. أغبق انتبهوا لها يا جماعة، الهمزة مفتوحة كما ضبط ابن حجر رحمه الله، والباء مضمومة، هتبقى كيف؟ أغبق لا أغبق. والغبوق هو اللبن الذي يشرب في العشاء. فيكم زول بيتعشى بلبن؟ اللبن اللي بيشربوه في العشاء ده، يعني زول يشرب لبن وخلاص ينوم، ده عشاو، في ناس متعودين كده. فده اسمه الغبوق حقه. فالرجل ده قال: أنا عندي أبوي وأمي كبار في السن، وعندي زوجتي وأطفالي والخدم حقني، ما كنت بقدم على أبوي وأمي في العشاء البلبن ده، ما بقدم عليهم لا مرتي لا أولادي لا الخدم حقني. وده الصحيح يا جماعة، إنه الرجل فيكم أي زول متزوج أمه أول حاجة، بعد ذاك أبوه، بعد ذاك مرته وأولاده، ده الترتيب. يعني ما مرتك أول، لا لا لا، من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك. خلاص، لو الاثنين عيانين، أمك بين عيانة ومرتك بينك عيانة، وما بتقدر توديهم الاثنين لأنه بيكرهوا بعض. مرات النسوان بيكون بكتنوا بعض، كيف أمشي ودي أمك أول حاجة، بعد ذاك تعال ودي شنو مرتك. لو ما مشوا مع بعض أول شيء أمشي ودي أمك، بعد ذاك تعال ودي مرتك. لو عندك قرش وأمك محتاجة ومرتك محتاجة، أول شيء تدي منه أمك. هكذا قال العلماء، منهم ابن حجر وهو صريح الأحاديث والآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. مع التوحيد طوال ربنا جابه حق الوالدين. فده الأول قبل مرتك وقبل شوفها. والرجل ده توصل إلى الله بالحتة دي، قال: وكنت لا أغبق عليهم أهلا ولا مالا. أهلا قصد زوجته وأولاده وبناته، والمال قصد الخدم حقه والرقيق، وده الصحيح. فقال: ما كنت بقدم على أبوي وأمي في الأكل وفي اللبن بتاع العشاء ده لا أولادي وزوجتي ولا الخدم ولا الرقيق. توسل بالعمل الصالح ده، عشان كده ربنا فرج عنه. فانتبهوا للحتة دي يا جماعة. نعم.